ورفض نادي الزمالك التعاقد مع سليف كوليبالي عنده 4 اجانب، وخالد بوطيب بيهدد بفسخ العقد والشكوى للفيفا. طب يا عم خالد بوطيب ده انت واخد فلوس قد تقلك وما عملتش حاجه للزمالك، يقول لك ماليش علاقه انا بحترم العقود. فما عندوش حد غير كاسونجو كابونجو هيتحط مكان مين الجزئيه دي. لكن في قنبله مدويه ان النادي الاهلي مقربين من طارق حامد ابلغوني ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع طارق حامد من خلال شخصيات مقربه من مجلس الاداره، وقالوا له افسخ عقدك وخد البطاقه الدوليه المؤقته وتعال انفراد. شخصيات مقربه من اداره النادي الاهلي، انا بقول محافظ على كل مفرداتي، تواصلوا مع طارق حامد قالوا له افسخ عقدك، لو هتفسخ عقدك افسخه وخد البطاقه الدوليه المؤقته وتيجي على الاهلي ونرحب بيك في النادي الاهلي بعقد اعلى فئه في النادي الاهلي. كام؟ قالوا له 12 مليون زي كهربا وثلاثه اعلانات. ده الكلام اللي بقوله عشان اداره الزمالك تبقى عارف، عشان الجمهور يبقى عارف. وانا ما بشتغلش لا الاداره دي ولا الاداره دي، انا عندي معلومه بطلع اقولها. زي ما قلت لكم موضوع حمدي النكاز صعب ان امير توفيق يكلمه، لكن بالنسبه لطارق حامد قال لك ناس مقربه من الاداره كلموه. طب الناس المقربه من الاداره دي يا انكل عندها سلطه التنفيذ؟ هقول لك لو ما عندهاش سلطة التنفيذ أهم بيلعبوا في دماغ طارق حامد عشان يبوظوها على الزمالك. أنا واضح. أنا واضح. أنا واضح. فلازم أقول كل اللي بيحصل بما يرضي الله. بما يرضي الله. وعشان كده لازم أأكد لكم في اللايف ده كل كلمة بقولها موثقة وواثق منها وعارف هي بتتقال إزاي. فطارق حامد قلت لكم حمدي النكاز صعب، طارق حامد وردة. والهدف في موضوع طارق حامد ان هو ده مسمار وسط الملعب، غاب طارق حامد ما بقاش فيه خط نص، مع غياب محمود عبد العزيز ما بقاش فيه حد. هتقول لي بقى محمد حسن، علي حسن، زكي جمعه، ما فيش. هو وفرجاني ساسي مسمار العقل في فرقه الزمالك. مسمار العقل في فرقه الزمالك. فتسريبه اللي جايه لنا ان طارق حامد الاهلي بيلغيه ورده. والاهلي لما بيتكلم ما بيتكلمش حد من مجلس الاداره ولا من جهاز الكوره، لكن احنا كاعلاميين بنبقى عارفين مين الشخصيات المقربه من الاداره ومن جهاز الكوره. فاللي متكلم شخصيه مقربه من مجلس الاداره مع طارق حامد. طارق حامد يطلع ينفي ده لو خد فلوسه زي جنش كده، وارد يشتمنا يشتمنا ما عندناش مشكله، لكن احنا بنقول كلمه الحق. وزي ما قلت لكم ان حمدي النكاز صعب اللي قاله، بقول لكم ان ده مش صحيح. بالنسبة لحمد النكاز برضه في كلام ان إدارة المصري دخلت معاه في مفاوضات، لكنها لا تجرؤ على إتمام التعاقد. لا تجرؤ على إتمام التعاقد، ليه؟ لأن سمير بيه حلبية رئيس النادي وعدنان بيه حلبية عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التعاقدات حريصين على العلاقة مع مرتضى منصور. حريصين على العلاقة مع مرتضى منصور وما يقدروش يزعلوه أبداً أبداً أبداً. فمش هيخش في ده، لكن كله كلام. وحمد النكاز عاوز يسوق نفسه، وحمد النكاز قال انا قاعد هنا شويه، وانا قلت لكم ان رئيس نادي الزمالك كلف نجليه بالاجتماع مع حمد النكاز ودفع المستحقات الماليه. حمد النكاز بيقول ايه بقى دلوقتي؟ اللي عاوزني يعمل عقد جديد بعد ما كان امبارح تعديل العقد ورفع القيمه الماليه، دلوقتي بيقول اللي عاوزني يعمل عقد جديد، يعمل عقد جديد. طيب يبقى ده بالنسبه لاخبار الزمالك قلناها، وبالنسبه لمعالي المستشار تركي الشيخ قلناها، وبالنسبه لاسطوره الخطيب الليله وتسطير تاريخ جديد للنادي الاهلي. عاوز اقول حاجه ثانيه، ان القرعه قرعه دوري ابطال العرب وقعت الاسماعيلي مع الاتحاد في دور الثمانيه، والكسبان منهم يلاعب الكسبان من الرجاء اللي تاهل اوريدي في القوه الجويه ومورد الجزيره، هيلعبوا واللي كسبان فيهم هيلاعب الرجاء، واللي كسبان من الرجاء والفائز منهما هيواجه الفائز من الاسماعيلي والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي، ده دور الثمانيه. رؤيتك ايه يا اونكل؟ رؤيتي ان الاتحاد السكندري لسه مكسح الاسماعيلي 3،
ولسه ابراهيم بيه عثمان مدي استماره ثابته للمدرب اللي كان جايبه بيسيتش، وقال لك مش عارف مين يخد الفرقه والحكايه والروايه، ادهم الصلاح دار ومعاه محمد محسن ابو جريش. واداره الاسماعيلي بخيله في التعاقدات سواء مع المدرب او اللعيبه. محمد مصلح ايده فرطه، ايده فرطه في التعاقدات ومع اللعيبه، وايده فرطه ان هو ادى كل الصلاحيات لمستر طلعت اسماعيل، طلعت يوسف سوري، طلعت اسماعيل ده زميلنا الصحفي. كابتن طلعت يوسف انا شايفه واحد من اعظم المدربين على الساحه، محترم اخلاقيا، كفء فنيا، بيتعامل باخلاقيات راقيه وسمو وترفع عن الصغار، وعمرنا ما شفنا اسمه في اي حاجه تلوكها الالسنه، بالعكس راجل محترم جدا 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 جدا. فهنا الاتحاد كسبان الاسماعيلي 3-0. هل ده معيار؟ لا مش معيار، مش معيار، لكن خلي بالك الاتحاد في استقرار فني، في استقرار اداري، في رئيس نادي اخ كبير لكل اللعيبه بيحل لهم كل مشاكلهم، الناس بتموت نفسها في الملعب عشان تفرحه وتفرح جماهير اسكندريه. فدي القرعه العربيه. هرد على اسئله حضراتكم. قالوا ان ميتش هو هيعمل مؤتمر صحفي بعد مباراه يوم السبت، غالبا هيبقى الحد، سوري كارتيرون، ميتش هيعملوا معاه عشاء ويدوا له كل مستحقاته، لم يحصل الا على راتب شهر واحد فقط. هرد على اي اسئله من اسئله حضراتكم على السريع كده ان شاء الله فيما يخص اي شيء. ربنا يشفيه ويحفظه يا رب. الناس انا شايف كل التعليقات، هو ده ان احنا بطبيعتنا ناس طيبه، مش المصريين بس، المصريين والعرب، وبيزعلوا بيتألموا المرض اي حد، فكل الناس كاتبه ربنا يشفيه شفاه الله وعافاه اللي معاه مستر ترك الشيخ. انا قلت حد دوت كاتب لي بيقول لي سلام هيبقى بتاع الاهلي احمد سند، انا قلت الكلام ده بس قلت الاسطوره محمود الخطيب ومحمد كامل العضو المنتدى في شركه استادات هيعلنوا، هل ده اللي هيتم ولا لا؟ بلاش نحرق المفاجاه، ما تسيب الناس يعني تبقى في مفاجاه. قلت اللي هينتقد 25 سنه وحكايه وروايه وقناه النادي الاهلي، فهنسيب المفاجاه لحد ما نشوف ايه. ايه اخبار الحبتور؟ طلع فنكوش مصطفى اسلام. طلع فنكوش، واحنا تواصلنا مع مدام نوره. اقول لك نوره ايه يا سيدي عشان الناس تبقى عارفه، ويبقى مرتضى عارف ان احنا ما بنجيبش معلومه الا من بق المسؤولين. مدام نوره، نوره نوره راحت فين؟ نوره بدوي مديرة مكتب الأستاذ خلف الحبتور أكدت لنا رسميا على لسانه أنه لن يدعم نادي الزمالك ولن يدعم أي نادي مصري، وأن علاقته مع رئيس نادي الزمالك هي علاقة شخصية شخصية. يجي بقى الكلام ده نفاجأ أن في حاجة رسمية ودعم، هو حر، بس إحنا بنجتهد ونجيب المعلومة، لا لسنا يعني إيه مراقبين لسلوكيات الناس، لكن هو قال لنا أنه مش هيدعم. طب مين قال انه هيدعم مرتضى؟ قال مع اللعيبه ان انا جاي لي منه 240 مليون جنيه، وفي قوله اخر 12 مليون دولار. مليون سلام على تركي الشيخ اسلام خليل، يا رب يشفيه ويعافيه. ربنا يشفي تركي الشيخ. احمد منصور، حد بيطلب مني ملخص الحلقه. علاء الجهري، ماشي يا عم علاء، ملخص الحلقه يا سيدي. انا معايا مستشار تركي الشيخ غادر المملكه العربيه السعوديه الى احدى الدول ما اعلنوش عن اسمها للعلاج من ورم في المخ قريب من الغده، عامل له نزيف متقطع في المخ لا يؤدي الى النوم، لا يتم ضخ الدم بشكل كويس الى الساقين والقدم. شفاه الله وعافاه، المرض كان عنده فتره طويله جدا لكنه رفض السفر الا بعد نجاح موسم الرياض، ولا يعلم بالامر المسؤولين في المملكه ولا حد اللي يعرف الدائره الشخصيه المقربه منه واسرته، وتحامل على نفسه من اجل انجاح موسم الرياض، شفاه الله وعافاه. اليوم الكابتن الخطيب الساعه 7 مساء سيفجر حاجة جديدة بالنسبة لتاريخ النادي الأهلي حول القناة وحول الاستاد، كلام انه هياخد استاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة ويبقى حل مشكلة الاستاد. جزئيات تانية، ستعود رعاية قناة النادي الأهلي إلى شركة استادات القومية اللي العضو المنتدى فيها محمد كامل رئيس مجلس الإدارة ومعاه مجموعة محترمة جدا، والشركة تابعة لإعلام المصريين. طارق حامد وفرجاني ساسي يهددان بفسخ عقودهما خلال اسبوع ما لم يحصلا على كافه مستحقاتهم الماليه. حمدي النكاز يروج على ان النادي الاهلي المصري يفاوضه، وهذا الامر وفقا لمتابعتي وما تواصلتش مع امير توفيق صعب جدا جدا.
طارق حامد هناك تواصل معاه من النادي الاهلي عن طريق شخصيه مقربه من الاداره. الهدف يا اما يجي طارق حامد يا اما ابداء التقدير والاحترام ليه. ايه تاني؟ احمد مختار ربنا يحفظك يا احمد، تحياتي لك من السعوديه. محمد سرور، دمتم في امان الله، سلام عليكم.